أنا معاكم مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، ومعايا في هذه اللحظات لقاء هام جدا مع كابتن مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة. كابتن مجدي برحب بيك في البداية على شاشة قناة الأهلي، وأكيد يوم مهم بالنسبة لنا كلنا مباراة الأهلي والوداد. طبعا يوم مهم جدا طبعا، يعني ويوم عصيب، ربنا يعني يقوي لاعبتنا إن شاء الله النهارده. الواحد حضر المواقف دي كان كتير، إن شاء الله بإذن الله التوفيق يبقى مع لعيبة النادي الأهلي النهارده. اليوم ده بيبقى طبعا بالنسبه لنا كان بيبقى يوم احتفال، كنا بنروح بنبقى عايزين نسعد الجمهور، عايزين نجيب بطوله لمصر. اعتقد نفس الشعور عند اللعيبه الرجاله اللي قدروا انهم يعدوا قبل النهائي بنتيجه كبيره جدا. دي كانت مباراه الترجي كمان كانت صعبه طبعا، قفلوا الصفحه، اول مره نقابل فرقتين من تونس في الحقيقه في هذه البطوله، ونقصي الفرقتين يعني في توقيت واحد، كنا دايما نلعب فرقه في كل واحده في بطوله مختلفه عن الثانيه. لكن طبعا يعني ان شاء الله ان الاهلي يبقى فورمه كويسه يقدر يسعد جماهيره، وجماهير كتيره جدا طبعا. للاسف الشديد في يعني تنظيم، طبعا انا عارف ان الشرطه باذله مجهود كبير جدا، لكن للاسف بعض الـ يعني امين شرطه، مش عايز اقول لك معاك التصريح وبتوريه له، مش عايز يسمع الكلام، تجيب له حد من القيادات عشان يفك الموضوع. طبعا انا عارف ان جمال بيه عباري بيبذل مجهود، و و و و و و ومحمود بيه مساعد وزير الداخليه، والسيد مدير الامن، كلهم بيبذلوا مجهود كبير، لكن للاسف الشديد اما يبقى في ناس مش عارفه واجباتها دي بتبقى مشكله. حاجات بسيطه يعني ان شاء الله هيظبطوها. بص دي انا بس بتكلم فيها لان دي ممكن حاجه بسيطه. انت النهارده انا جاي بصفه رسميه، وبعدين انا عضو الاتحاد المصري لكره القدم، جاي مندوب عن الاتحاد في اللقاء، معايا تصريح دخول عربيه، معاك كل الحاجه بتاعتك، فيبقى ليه انت ليه امين شرطه يعمل ده؟ وكان في بيننا وبين بعض عداوه يعني، ما اعرفش. عموما ده موضوع هنتكلم فيه مع لكن اللي انا عايز اقوله في الحقيقه ان الجمهور جاي بشكل مكثف. جمهور النادي الاهلي على فكره راكن عربياته وبيمشي حوالي 3 4 كيلو عشان يقدر يوصل للاستاد، وده يعني يبين قد ايه حب الجماهير لفرقتها. يعني بتمنى النهارده انه يبقى يوم النادي الاهلي، يعني احنا اليوم دوت احنا يمكن مرينا بيه، كنا بنلعب اشانتي كوتوكو سنه 82 في نهائي بطوله افريقيا، الفرقه دي كانت مكسره الدنيا ومحدش كان قادر عليها في افريقيا، لعبت معانا في مصر كسبناها 3، نهينا المباراه من القاهره. ان شاء الله باذن الله ننهي مباراه الوداد من القاهره باذن الله ان شاء الله. مطلوب ايه من لعيبه النادي الاهلي النهارده، ومطلوب ايه ايضا من جمهور النادي الاهلي اللي شفناها يمكن كانت صوره مشرفه جدا في مباراه النجم الساحلي، وكان ليهم مفعول كبير جدا مع بدايه المباراه، النادي الاهلي قدر انه يحرز اكثر من هدف. ايه اللي مطلوب النهارده سواء من اللاعبين او من الجماهير؟ مطلوب من لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله ان ربنا لو وفقهم بهدف مبكر هيفتح جامد جدا، على الاقل هيفتح نفس الجمهور، هيخلي الجمهور يبقى اهدى، هيبقى تشجيع الجمهور ايجابي، لان هيحاولوا ان هم يخلوا فرقه النادي الاهلي تجيب اكتر ان شاء الله باذن الله. ما كانش يبقى لازم جمهور النادي الاهلي لازم يبقى ورا فرقته لحد اخر لحظه. على فكره احنا ممكن ناخد البطوله بهدف واحد، يعني لو جبنا جول 1-0 وربنا كرمنا ورحنا تعادلنا هناك 1-1 او باي عدد، كره القدم فيها كل حاجه. فيعني عايز اقول ان الجمهور النهارده، وممكن نتعادل 0-0 ونروح نكسب هناك، كره القدم ما فيهاش. انا عايز الجمهور لحد اللحظه الاخيره يبقى ورا فرقته بدون حسابات، بس يشجع فرقته، وان شاء الله الفرقه النهارده تبقى فايقه. ما هو بيبقى في ايام زي يوم النجم الساحلي كده، بنتمنى يا رب ان الفرقه تبقى فايقه. وبعدين انا عايز اقول لحسام البدري في الحقيقه، حسام انت طول عمرك راجل، انا بكلم بقى زميلي في الملعب حسام البدري المقاتل اللي بيعشق فانيله النادي الاهلي وتراب النادي، اللي متربي في النادي الاهلي. حسام ابن الدكتور، يعني والده كان دكتور الله يرحمه. بقول له يا حسام انت يعني ربنا يطمنك على بنتك، انت كون ان انت تبقى متواجد وما تسافرش، ده يعني احنا كلنا شايلين لك الموقف ده، موقف في منتهى الروعه. جمهور مصر كله وجمهور النادي الاهلي بيحبك يا حسام، ان شاء الله ربنا باذن الله هيكافئك على موقفك الرائع ده النهارده، وان شاء الله تحقق نتيجه ايجابيه باذن الرحمن. توقعاتك
بص انا 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 بقول باذن الرحمن، مش عارف عندي ليه الثلاثه ضربه في دماغي. اه رب ان شاء الله. مش عارف كل ما اجي اتكلم، انا خد بالك مع اننا لعبنا اكتر من نهائي هنا، ما بيضربش في دماغي غير ماتش كوتوكو 3-0، مش عارف ليه. يا رب باذن الله. انما يعني وبعد كده كسبنا 1-0 مع كانون ياوندي، وكسبنا 2 مع ليفنتس، يعني نهائيات افريقيا وانا اللي جبت الجلجوان على فكره. برضو طيب فرصه وانت معايا كابتن مجدي، فرصه وانت معايا اكيد نتكلم عن تصفيات كاس العالم بقى. احنا كنا مش تصفيات بقى، لا لا معلش اتعودنا، معلش ان هي تصفيات قرعه تصفيات، لا احنا خلاص الحمد لله وصلنا كاس العالم. التصفيات او طبعا قرعه كاس العالم، انت هتروح طبعا هتكون متواجد، توقعاتك للقرعه ايه؟ بص هو طبعا انا الاوفيشال الناس اللي هيسافروا، الناس الرسميين اللي مسافرين القرعه، انا والدكتور كرم واحمد مجاهد وكوبر وفايز وهبل هيط. طبعا باشمهندس هاني موجود هناك بصفته عضو الاتحاد الدولي لكره القدم. القرعه طبعا بنتمنى انها يعني تيجي حنينه، ما تبقاش تصنيف ثالث. ها ثالث رابع، خد بالك مش هي دي القضيه، انما ما نخشش مجموعه موت زي المجموعه اللي دخلناها سنه 90. دخلنا مع هولندا ومع انجلترا ومع ايرلندا. ايرلندا كان بقى لها سنتين ما بتخسرش على فكره، وانجلترا كان عندها مجموعه من اللعيبه، جاري لينكر وهودل ومجموعه من اللعيبه قويه جدا. هولندا طبعا كانت واخده بطوله اوروبا، فيعني اللي جبنا فيها جول، هو بص هو الجون اللي جبناه ده مش هيتنسي، يعني ابنك احطه على جنب. بس انا خايف بس ان احنا وصلنا كاس عالم، بس ممكن ما نجيبش جون في كاس العالم، فان شاء الله نجيبكم في كاس العالم. طبعا انا بصفتي ان شاء الله باذن الله طالع باذن الله رئيس بعثه، فانا هبقى عايز او ابقى اول رئيس بعثه محمد صلاح يجيب فيها جون مثلا، يعني برضه هزل المصريين ما تقلقش يعني. لا انا عايز اقول لك طبعا ما فيش شك ان 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 شاء الله ربنا يوفق منتخب مصر يا رب ويعدي كمان، لان ده هيبقى فخر لكره القدم المصريه ويبقى انصار كبير لمصر. عايز اقول لك انا بحب محمد صلاح جدا جدا، لان محمد صلاح زي انا عاشرت محمد صلاح مع منتخب الشباب، شخصيه من الشخصيات المحبوبه، كل ما بسمع على مواقفه الجديده في الحقيقه بيزداد في عينيا يعني ارتفاع، وبيزداد وبزداد فخر بيه ان الواحد بيعرف شخصيه بهذه الاخلاق الرائعه يعني. فان شاء الله يا رب محمد صلاح ربنا يكرمه ويبقى محمد صلاح تاني واحد يجيب بعديه. فيعني الامور يعني فيها كتير، بس خلينا ما نستعجلش الامور ان شاء الله يا رب. ما نجيبش جون واحد بس، لا نجيب اكتر من جون. نوع هو انا عايز اقول لك حاجه، واحنا لو انا ما كنتش جبت الجون بتاعي مش كنا هنطلع 0-0، مش جايبين ولا حاجه. فالحمد لله، ويا رب يكرم محمد صلاح برضه ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا. شكرا. ده طبعا كان لقاءنا مع كابتن مجدي عبد الغني عضو مجلس اداره النادي الاهلي. طبعا زي ما تمنينا التوفيق لمنتخب مصر وقدر ان هو اخيرا يوصل نهائيات كاس العالم، نتمنى ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي النهارده، وانه يقدر يوصل كاس العالم للانديه من خلال الفوز في مباراه النهارده ومباراه المغرب ان شاء الله، والفوز بهذا اللقب الافريقي الهلال. عوده للاستوديو.